تحرص القياده السياسيه دائما على توجيه الشكر الى اهالي سيناء على دورهم في التنميه والاستقرار وقد اكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان كافه اجهزه الدوله يجب ان تكون موجوده في سيناء لكي يشعر اهالينا في سيناء ان الدوله تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنميه التضحيات التي قدمتها قبائل سيناء خلال الفترة الماضية محل اعتبار وتقدير، هكذا يؤكد دوما الرئيس عبد الفتاح السيسي عند ذكر اهالي تلك البقعة الحبيبة والعزيزة التي ضحى من اجلها كل المصريين عبر التاريخ. وفي شهر ابريل الماضي تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الارتكازات الأمنية بشرق القناة تزامنا مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حيث التقى مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وشاركهم الافطار وخلال كلمته في حفل الافطار مع جنود وضباط سيناء شدد الرئيس السيسي على ان الدوله ستدعم وتعزز قوه ومكانه شيوخ القبائل بشكل اكبر. فانا بقول تاني ان احنا قوه ومكانه شيوخ القبائل احنا بندعمها وبنعززها وهندعمها وهنعززها اكتر. صحيح. مش بس هنا حتى في كل يعني يعني في الغربيه هنعمل كده وفي الجنوبيه هنعمل كده في دور بيقوم بيه دلوقتي يعني في هذا المجال لكن احنا انا باكده ان احنا كدوله هناكد ونرسخ ومش هقول نستعيد لان الدور موجود لكن هنعززه اكتر من كده. وفي شهر فبراير الماضي شهد الرئيس السيسي فعاليه تفقد اصطفاف المعدات المشاركه في تنفيذ خطه الدوله لتنميه واعمار سيناء بالتل الكبير في محافظه الاسماعيليه، حيث اكد الرئيس السيسي ان كافه اجهزه الدوله يجب ان تكون موجوده في سيناء لكي يشعر اهالينا في سيناء ان الدوله تبذل قصار جهدها لتنفيذ خطه التنميه. وعشان كده الحقيقه الفكره هنا ان احنا النهارده بعد بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وزي ما أنتوا بتقولوا كده ان الارهاب اللي كان موجود واللي كان بيعيق الحياه مش التنميه بس الحياه حياه الناس لان ما فيش امان الناس ما تعرفش تعيش حتى لو كانت عايشه يعني لو الناس عايشه في مكان وما فيش في امان الناس ما تبقاش عايشه فالحمد لله رب العالمين اللي تحقق ده بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الجيش والشرطة وبفضل أيضا أبناء سينا لما اجتمعت القلوب قلوب الناس كل الناس على قلب رجل واحد اتحلت المسألة احنا بقى لنا 8 سنين أو 9 سنين بنعمل ده كما وجه الرئيس السيسي الشكر إلى أهالي سيناء على دورهم في التنمية والاستقرار بشكركم وبشكر أهالي سيناء تاني احنا احنا واحد احنا واحد احنا واحد مش عايزة يعني انا ما يصحش اقول اهالي سينا لان انا ما بقولش اهالي الاقصر ولا اهالي اسوان لكن ساعات لما بيكون عندهم بنقول كده احنا واحد احنا مصريين ودي بلدنا ودي ارضنا نخلي بالنا منها ونموت عشانها فسلاما واكراما وعرفانا واعتزازا لاهالي سيناء ولشهدائهم الذين ضحوا من اجل امن وامان مصر